يا طبيب صواب دلالي كلف، سمعناها بصوت داخل حسن، وهسه صارت لسان حالي أهالي حزام العاصمة والأراضي المحيطة بمطار بغداد، ردا على استمرار هيئة الاستثمار بمشروع إحالة أراضيهم لشركات مستثمرة أجنبية وبها محلية بعنوان ودع البزون شحمة. شلون وليش؟ هسه نعرف. القصة بدايتها من حكومة المستقيل عادل عبد المهدي بالعام 2019، وبقرار صادر من مجلس الوزراء مختوم بإعلان يقول تمليك الأراضي لهيئة الاستثمار، اللي من وصلها الخبر رقصت له بشفية وقررت إحالة الأراضي لشركة مسجلة بعنوان دايكو البريطانية. أي نعم، دايكو، ومن سألنا عليها طلعت تابعة لشركة داماك، وهاي صاحبها معروف، والمعلومات اللي وصلتنا وعرضناها بحلقات سابقة كانت تقول صاحبها عنده علاقة صداقة بالرئيس الأمريكي السابق ترامب، يعني من أحبال المضيف. صحيح الأراضي المشمولة بالاستثمار مساحتها 106 ألف دونم، لكن حصة شركة دايكو مسجلة ب 4000 دونم، وبها مشاريع سكنية ومجمعات تجارية. بس دقيقة، لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية رفعت راية الاعتراض من أول أيام توقيع العقود، وأعلنتها بعبارات صريحة وقالت القصة بها هواية مخالفات. مثلا واحدة منها شركة دايكو ما عدا فروع بالعراق وأرصدتها بالبنوك المحلية صفر، وبعد صاحب الشركة عليه دعاوى قضائية ومحاكم وعقوبات بالسجن والغرامة بدول عربية سببها إساءة الأمانة والتأخر بإنجاز المشاريع والحصول على أراضي استثمارية خارج الضوابط، يعني فوق الحمل تعلاوى. هنا هيئة الاستثمار الوطنية ردت على الاتهامات وقالت إحالة الأراضي للاستثمار شغلتها قانونية، والشركة المنفذة استعداداتها جاهزة، والقضية ما يحتاج لها روحة للقاضي، لأن الأراضي المشمولة ما بها أملاك للمواطنين. بس النائب عبد الله الخربيط عنده موقف باتهامات رئيس هيئة الاستثمار السابق عنوانه بيع بغداد. هاي قاعد باعي، لا أني ولا عندي ولا داود ولا الطبقة السياسية ولا البرلمان العراقي كله. البرلمان يكتب، البرلمان كتب روحه ما قبايده، بايعينها، باعوا بغداد من تحت أهل بغداد. قرار متخذ مو بيدي ولا بيدي ولا قدر أحد يوقف. من اللي باع بغداد؟ من أهل بغداد. بس أخذتها دايكو، أخذتها. أي من اللي باع اللي هي؟ عادل عبد المهدي حكومته الأعلى عادل عبد المهدي. ما علي، لا لا لا، حتى أوضح لك، حتى أوضح لك، حتى أوضح لك بشكل دقيق. سامي الأعرجي سيء الصيت اللي كان يشغل منصب رئيس هيئة الاستثمار وهو يمثل الدولة العميقة في الحكومة العراقية، الدولة الفاسدة المتعفنة العميقة. لكن لا يغرش الوجوه، لا يغرش رئيس الوزراء، السيد الوزير، النائب راح، النائب إجا، هاي مو هم الدولة العميقة. الدولة العميقة هي سامي الأعرجي ونماذجه. هذولا باعوا بغداد لشركة فلان السجواني مفلسة، لأن هاي الشركة قررت انها افلست عالميا، قررت انها تعيد تمويل نفسها من العراق. لكن اكو نواب دخلوا على الخط وكشفوا عن معلومات تقول اكو مواطنين عندهم سندات بالاراضي مختومه من ايام العثمانيين، وكملوها استثمار اراضي المطار تهجير قسري للاهالي واخلاء تعسفي، وهاي بها مخالفه للدستور، وختموها بمطالبات لالغاء الاستثمار وابقاء الارض لشاغليها. هاي عرفناها، لكن قصه الجامعه الامريكيه بالقصور الرئاسيه التابعه للنظام السابق بناحيه الرضوانيه شنو؟ المعلومات تقول هيئة الاستثمار منحت القصور لشركة على طريقة وهب الأمير ما لا يملك، والسبب العقد مخالف لشروط قانون التعليم الأهلي رقم 25، لأن أكو مادة بالقانون رقمها 51 تقول الجامعة لازم تمتلك الأرض، يعني مو استثمار. صحيح الشركة أنجزت المشروع والجامعة الأمريكية صارت واقع حال وأعلنت فتح أبوابها للطلاب، لكن اللجان البرلمانية سجلت مخالفات أبرزها تجاهل لعرض المشروع كفرصة استثمارية حتى يصير تنافس بين الشركات، وتجاهل التصميم الأساس لمدينة بغداد، ومخالفات بطرق الإحالة اللي اعتمدت على مكتب رئيس الوزراء وليس مجلس الوزراء. بس دقيقة، القصة بعدها ما خلصانة، وأكو شركة مختومة باسم علي شمارة عليها ملفات فساد بمشاريع إلها أول وما إلها تالي، بدايتها بمشاريع بالكهرباء وتوصل لتطوير شارع المطار وبناء فندق بالمنطقة الخضراء. هذا الحكي مو من عندنا، واللي ما يصدق يشوف بعينه ويسمع بإذنه. هذا الفندق هو قريب جدا على هيئة الاستثمار، بحيث محدد إلى يعني هيئة الاستثمار سياج على سياج مثل ما يقول، قريب على السفارة التركية.
اي السفاره التركيه ونوف هيئه الاستثمار الوطنيه بالضبط. هذا الفندق كان محال عندي تفاصيل عنه الى بيت الخضيري زين، واستغلوا الارض بيت الخضيري وبنوه 10 طوابق على ما اعتقد، وبعتها انه سامي الاعرجي فسخ الاتفاق او العقد ما بينه وبين بيت الخضيري وحاله الى علي شمار. ليش؟ زين، اولا لا استند الى قرار قضائي وهذا خطا فظيع، لازم انه يتخذ ياخذ قرار قضائي كهيئه بفسخ العقد يلا بعد، هذا اولا. والشيء الثاني لا صار اتفاق على مبدا التراضي ما بين الطرف المستثمر والطرف تخذهم مبادئ بخطوات الاخر اي، وطاها هيك شلون انه نقول يعني فد اجتهاد شخصي من عنده، فانه المفروض اللي انه المستثمر اللي خسر ما يقارب حوالي هذا يكلف $10 مليون تقريبا. يعني سالفة الفساد وهدر الاموال ما راح تخلص، وتصريحات رئيس الجمهورية برهم صالح اللي كشف فيها عن خسارة $1,000 مليار من العام 2003 وتهريب $150 مليار للخارج بسبب صفقات الفساد يرادلها قول وفعل، مو بس تصريحات وارسال قوانين للبرلمان، سالفتها مأكول خيرها، لان بعكسها يراد نرجع ونسمع. يا قديم صواب دلال كلب لا تلتنا بحقة السمار.